شياطين الحظ اللعين لم ترافق المحليين إلى الأرض المباركة. جاريتس الذي لم تجد فرحة الفوز طريقا إلى قلبه منذ زمان، وجاء منتخبا مرتبكا ارتكب عديد الأخطاء في المباراة. الدقيقة 16 من الشوط الأول كانت بداية الرباعية. إبراهيم البحري يفتتح باب التسجيل بعد ذلك المحاولة هنا من رفيق عبد الصمد، لكنها في يد محمد عباس. المدرب الإنجليزي تايلر كان في موقف لا يحسد عليه، وإسماعيل حسن أبرز اللاعبين لم يصل للشباك. آخر محاولة في الشوط الأول ياسين الصالحي يضيع. جمهور الجالية المغربية ساند وآزر، والمنتخب البحريني سعى بمحاولته للتعديل لكن دون جدوى. ثنائية العناصر الوطنية كانت في الدقيقة 78 من توقيع ياسين الصالحي. 5 دقائق بعد ذلك وليد الحيان يسجل خطأ في مرماه. المنتخب البحريني عانى من إخفاقه، وعبد السلام بن جلون الملتحق بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة يوقع رباعية المنتخب الوطني. الأداء كان جيدا، النتيجة جيدة، لكن المنتخب البحريني لم يكن مقاسا في المباراة. فهل سيكون المنتخب المحلي في الموعد خلال المباراة الثانية أمام نظيره الليبي؟